عنك. اوكي ميرسي قوي. وده كمان لو سمحت. حاضر ميرسي. مصري جدا باين. قريتك. فرصه سعيده. انا اسعد. انت كمان قاعده هنا؟ ده الصوره دي. اسمي نهى عرفات. عندي بيوتي سنتر. بسافر اوروبا على طول ادور على احدث الكريمات والبرفيومز واي حاجه يحتاجها البيوتي سنتر عندي ويخليه مميز في خدماته. انا بحب قوي الناس اللي بتتعب عشان تكون مختلفه. الاختلاف سر النجاح. امال. انت بقى مش هتعرفني على نفسك؟ على الاقل عشان ما احسش ان انا رغايه قوي كده. انتي؟ لا طبعا، أنا اللي فاتت عليا الحكاية دي. شوفي حضرتك، أنا اسمي عمر صلاح الدين طه، شغال فني تركيب كاميرات ونظم مراقبة. لا ما تقولش. ما أنا قلت خلاص. هو في إيه؟ أصلي كنت بدور على أي حد يكون بيشتغل في المجال ده. عاوزة أجهز السنتر عندي بكاميرات المراقبة دي. تعرف أنا بسافر كتير قوي، مش عايزة البنات اللي بيشتغلوا عندي يطمعوا فيا عشان على طول مش موجودة. المال السايب يعلم السرقة. انت هتقولي ليه؟ بس المشكلة بقى ان انا مش لاقية اي شركة من الشركات دي. تعرف عددهم قليل، مش عاملين دعاية كافية لنفسه. ممكن ثانية؟ طبعا. ميرسي. بص ده عنوان البيوتي سنتر عندي، والنمرة دي بتاعتي انا اللي برد عليها بنفسي. ده كتير كتير. هستناك تكلمني امتى؟ اخد بس نفسي من السفر وهكلمك في اقرب وقت. مش هتنساني؟ انسى؟ في حد ينسى لقمه عيشه؟ ده حتى النعمه تزول. اكشف لي على العربيه ملاك القاهره رقم 931105. انا مش عارف كامل اخويا ما جاش يستقبلني ليه؟ مع اني مأكد عليه ميعاد الوصول. بالذات في مصر المواعيد مش مؤكد. انا مش عارف اشكرك ازاي. حسن خلي ضميرك يفضل يزن عليك كده عشان ما تنساش تكلمني تيجي تركب الكاميرات بسرعه عندي في السنتر. اه بالمره تعرف العنوان عشان يبقى سهل عليك. بذمتك بعد اللي انا شايفه ده ايه ينفع اتاخر؟ قريتك. وصل عمر بي ودي شنطة على البيت وارجع لي. فرصة سعيدة قوي. أنا أسعد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. باي. ما يصحش عمر بي تقعد جنبي. يا راجل ولا بي ولا بتاع، صلي على النبي. بنت حلال قوي المدام. الحمد لله على السلامة يا مدام. الله يسلمك يا رباب. هاتيلي كشف الإيراد. أوكي. الو ازيك يا حبيبتي؟ انا وصلت بالسلام. خلصت الاجراءات وجيت على البيوتي سنتر على طول. اما جوزك ده ايه؟ طلع سكر سلاني طول الطريق. لا اطمني يا حبيبتي، قعدنا ورغينا واتكلمنا واحتمال اشوفه قريب قوي كمان. عرفت لك مكان الجرسونيره بتاعته. منك انت.
خلاص اوكي اتفقنا، يلا باي، ببوسك. ثانية واحدة، ادخلي. تفضلي يا رب. ميرسي. بس على شمالك هنا البيت اهو، دقيقتين بالعدد يا جابر مش هتأخر عليك. حضرتك خد راحتك، المدام قالت لي ود عمر بيه مطرح ما هو عاوز. يا عيني عطاء العمياء. خد يا سيدي سجارة، اللي أقول لك خد العلبة كلها، هي مش خسارة فيك. متشكرين والله، ده كتير. تعالى الشنطة. حاضر. دقيقتين بالعدد. انت اللي وحشتني يا علا، انت اللي وحشتني يالا، اخبارك ايه؟ طب ما تتفضل يا استاذ عمر. ربنا يخليك يا استاذ عثمان، هم دقيقتين بس اطمن فيهم على علي وامشي على طول. طيب خليكم براحتكم. وحشتني يالا، وحشت ابوك. شفت؟ شفت ابوك جاب لك ايه؟ هدية ايه بس؟ طمني عليك الاول. يعني اكلك يالا، اكلك ايه اللي مضى دي؟ ايه الكلام الكبير ده يالا؟ مش تفتح الهدية تشوف ابوك جاب لك ايه الاول؟ افتحها بعدين. تقيل زي ابوك. طب انا كويس يا سيدي. ممكن بقى انا اللي اطمن عليك؟ عامل ايه يا علوه؟ مفيش، انا من المدرسه للبيت ومن البيت للمدرسه. يا عيني على الاستقامه، امال عايز تروح فين؟ انا بتكلم على المذاكره. ها؟ مدرسه، عايزك تطلع الاول. يعني انت عايز تفهمني اللي انت كنت بتاكله على الاول وانت قدي؟ ايه الكلام ده؟ تعالى. انت حد قال لك حاجه غير كده ولا ايه؟ خليني ساكت. ايه اللي خليني ساكت ديالي؟ ما تنطق. قصدي ماما قالت لي ان هي سابتك عشان انت ما كنتش بتذاكر وبتسقط. يا بنت بتسقط. ما عشان كده يا علي بقى انا عايزك تذاكر، عشان ماما ما تسيبكش زي ما سابتني. طب ما تيجي تذاكر معايا عشان تنجح وتعيش معانا. يا حبيبي يا علي، يا حبيبي يا علي، أنا بذاكر مذاكرة تانية بقى علوة، ادعي لي إن أنجح. يا رب تنجح يا عمر. يلا يا دوش. بلاش بس خلاص بقى جابر الشارع قال له سد خلاص لحد باب البيت عمر بيه باب البيت اهو الله يكرمك العب مش ده الاستاذ عمر وعربيه كمان سواق ما تيجي نسلم عليه يلا اتفضل معانا يا جابر تشرب حاجه او تاكل حاجه جد والله يعني متشكرين يا عمر بيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله الحمد لله بالسلامه يا استاذ عمر الله يسلمك يا عم جرجس الحته كانت مظلمه من غيرك يا عمر ما تقولش كده يا استاذ المحاسن مظلمه بيكوا يعني باشمهندس عمر احسن واحد يبان عليه السفر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ايه يا معلم صبحي هي عربيتي دي توصيله مره في العمر الله الله وانا بحسدك ندلع السلامه الله يسلمك يا معلم صبحي ما تتفضلوا تاكلوا معانا حاجه سلام عليكم سلام ورحمه الله استنى انا عارف احنا كنا واقفين فين وحشتيني يا رؤى عمر وحشتيني يا حبيبي يا ابني
يا حبيبي حبيبي وحشتيني وحشتيني يا أم الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة حبيبي وحشتيني حبيبي أنت كمان وحشتيني أكتر تصدق يا واد أنا ما عرفتش غلاوتك قد إيه في قلبي غير لما غبت عن عيني طب والله وأنت كمان يا أم يا سلام يا أخوي ما هي غلاوتي بانت من التليفونين اليتامى اللي أنت كلمتهمني وأنت مسافر طب والله وحياتك عندي كان غصب عني يا أم الدنيا هناك عاملة زي المفرمة لو ما كنتش خدت بالي كنتش هلاقي روحي يا ساتر يا رب كفى الله الشر ليه يا ابني كنت بتشتغل ايه هناك لا يا اما لا ما لازم اشرح لك برضو اصل الخواجات دول عاملين زي المكنه كل واحد ليه دور عارفه الترس يا اما اللي في المكنه ده اللي يقف الترس يلف عليه وعلى ايه ده كله يا ابني ده ما فيش حد بياخد اكتر من رزقه والله عندك حق اللي تمام منهم بقى يا اما المهم طمني انت عليكي صحتك كويسه وبتاخدي دواء في ميعاد ولا لا انا بقيت زي الفل ما دام انت رجعت لي طب قولي لي البنت بطه في الشغل طبعا اه كامل نايم لا كامل راح النادي كامل راح النادي اه كامل انا واخويا بنروح نوادي لا اصل هو فتح نادي برياردو وتلاقيه كل يوم من الساعه 10 الصبح هناك شوف الواطي ده انا قايل له على ميعاد الطياره هو ما قالكوش ان انا جاي ولا ايه ابدا واخرتها في الواد البرياب ده يا عم اسكت اسكت يا عمر ما تفتحليش السيرة دي ده أنا قلبي بيتقطع في الروحة والجاية على شفته وهو كأنه غريب عايش في بنسيون في وسط ناس ما يعرفهمش يحصل مهما يحصل لا له دعوة بحد ولا بيسأل في حد طب تصدق إن هو من ساعة ما جه من برة ما دخلش عليا مرة بكيس فاكهة ولا لفة حلويات بقى قاسي قوي يا عمر لسانه ما بقاش بينقط اي حاجه عدله ما هي الغربه كده يا روبا يتحسس الواحد باهله اكتر من الاول يتقلبوا الحصاله عايشه لنفسها وبس وكمل طردنا من قلبه يا امه ربنا يهدي نفسه يا رب المهم قول لي انت يا واد احكي لي عملت ايه من ساعه ما سافرت لحد ما انت قاعد قدامي دلوقتي احكي لك يا ولد يا ولا في حد كان وراه؟ لا يا فندم بس في حاجه مش مفهومه ايه؟ التقرير بيقول ان عمر خرج من المطار وفضل واقف شويه وبعد كده خرجت ست وقفت تتكلم معاه وبعد كده جت عربيه خدتهم هما الاثنين سوا مين الست دي؟ الست دي يا فندم نزلت قدام بيوتي سنتر وبعدين العربيه كملت بعمر راح زرع علي وبعدين العربيه وصلته البيت العربيه دي بتاعت مين؟ ده اللي مش مفهوم لحد دلوقتي يا فندم لان العربيه متسجله باسم المرحوم ربيع محمود رمضان